ضو مصطفى محمد. الزمالك حاضر دايما. السلام عليكم، اسمي مؤمن مصاروي، ابني 23 عام. انا مشجع للزمالك من 2006 لحد الان، ولا عمري حسب ما انا ذاكر اني قطعت او ما شاهدتش مباراة للزمالك من 2006 لحد الان. كل المباريات الزمالك حضرتها. اي حد بيلبس تيشيرت الزمالك وبيعطي الروح والقطرية والحماس لاخر دقيقة هو لاعب المفضل، خصيصا عند القائد شيكابالا، احمد سيد زيزو والونش وامام عاشور. ضو مصطفى محمد. ذهبت برفع علم الزمالك في خلال المباراة لتشجيع ودعم مصطفى محمد بسبب انه زملكاوي وانا زملكاوي. ذهبت لأورجي انه يوجد دعم في الداخل العرب، يوجد 2 مليون عربي داخل العرب الفلسطيني، منهم من يشجع الزمالك ومنهم يشجع الدوري المصري بصورة عامة. وانا ذهبت لدعم مصطفى محمد اثناء المباراة عند قيامه باحماء عمليات الاحماء. ذهبت من مدرجات القريبة من اللاعب ورفعت عليه العلم وكنت انادي عليه مصطفى مصطفى، فهو رد لي التحية قال لي شكرا، وانتظرته حتى ذهب الى الفندق ورفعت علم الزمالك. لا اشاهد في مباراة في حياتي للزمالك في مباراة مباشرة في المدرجات، وانا هذا حلم الطفولي ان اشاهد مباراة للزمالك من المدرجات بالتتيمين. لم اشاهد بسبب أو واجه صعوبة في الحصول على حساب على موقع تذكرتي، فلذلك اضطررت لحجز لمباراة 28 اكتوبر السوبر المصري اشاهد الزمالك واحقق حلمي في اني اشوف الزمالك على ارض الواقع. اتمنى من كل قلبي اني اجي احضر لعب للزمالك في مصر مع جماهير الزمالك الوفية من التلتيمين، نشجع الزمالك واني ازور نادي الزمالك واني اتصور مع لعيبة نادي الزمالك، وانا من هنا بصفتي مشجع كبير في الداخل لنادي الزمالك واعرف من هو نادي الزمالك. ان شاء الله ان شاء الله نحافظ على درع بطولة الدوري، وان شاء الله الزمالك بنسبة 70% بطل الدوري. بس لا اذكر للاعبين الزمالك لا ننسى انه ضايل 7 مباريات حتى انتهاء الدوري لسه في الملعب. خصيصا الى لندن لمشاهدة محمد صلاح، وانتظرته حتى نهاية الماتش لدخوله لغرفة التبديل، وطلبت منه التقاط صورة واخذ التيشيرت، فهو ما اعتقدش انه سمعني وذهب الى غرفة التبديل.